الدولة المصرية الحقيقة لها دور كبير في مكافحة وتشخيص علاج أمراض الجهاز الهضمي والكبد، واللي بتكون عادة ناجمة عن الإصابة بالأمراض المتوطنة. بالفعل الدولة قطعت شوط كبير لو نقدر نقول في هذا المجال عشان تحافظ على صحة المصريين من مختلف الأمراض الخطيرة. عشان نعرف أكثر عن هذه الجهود، خاصة معهد تيودور بالهارس للأبحاث، اسمحوا لي أرحب بضيفتي الكريمة في الاستوديو دكتورة وفاء قنديل، الأستاذ بمعهد تيودور للأبحاث ورئيس المعهد السابق. يا دكتورة برحب بحضرتك. أهلا بحضرتك. خليني أسأل في البداية على طبيعة الدور اللي موجود في المعهد للأبحاث، لأنه زي ما فهمنا هو متخصص أكثر في الأمراض المتوطنة. تمام. اسمحي لي الأول أشكر حضرتك على استضافتك ليا وتشرفكم معها تيودور النهاردة، وبس أحب أنوه حاجة بسيطة. أنا أستاذ في مركز قومي البحوث، وشرفت أن أنا أكون رئيس معها تيودور بالهارس مدة 4 سنين، مدتي انتهت من 10 أيام بالضبط. يعني شرفتينا يا دكتور. مرسي لحضرتك. شرف لحضرتك. والدكتورة حنان خفاجي دلوقتي هي قائمة عامة رئيس المعهد. الحقيقة هو المعهد أنشئ سنة 78، هو مش الجهاز الهضمي والكبد والكلى بس، لا هو الجهاز الهضمي والكبد والكلى والمسالك. الجهاز الهضمي والكبد أساسا يعني بيقدم المعهد له مركز بحثي خدمي طبي. بحثي أبحاثه كلها تتلخص في الجهاز الهضمي والكبد والكلى والمسالك، وكل حاجة معها المعامل البحثية البحوث بتاعتها، كمان طبي لأننا بنقدم خدمة طبية للمواطن، ومش بس للمواطن لا للطبيب كمان، لأنه مركز تدريبي بيدرب في مجال المناظير الطبية. والمناظير عندنا الحمد لله في المعهد افتتحت من حوالي سنتين تقريبا، تم تجديدها، مش افتتحت هي تم تجديدها من حوالي سنتين. والحقيقة هو يعتبر أكبر مركز للمناظير على مستوى الشرق الأوسط. حضراتكم تقريبا يعني نسبة التردد أو نقدر نقول متوسط اللي بيترددوا من حالات مصابة قد إيه في المعهد؟ اللي بيترددوا على العيادة حاليا دلوقتي حوالي 48,600 طول السنة، وده كان آخر إحصائية عن سنة 21. طبعا هي قلت فترة كورونا، في السنوات السابقة كانت أقل، لكن بعد تجديد العيادات المرحلة الأولى والمرحلة الثانية الحمد لله زادت. هي حاليا المرحلة الثالثة تحت الإنشاء، أنها تحت التجديد، دي يعني توسعات تجديدية للمعامل البحثية وإدارة المستشفى. متوقع أنها النسبة دي تزيد إن شاء الله. بتركزوا على إيه في أبحاثكم يا دكتورة؟ لأنه في بعض الجوانب أعتقد أن حضراتكم متميزين فيها جدا في هذه الأبحاث، فبتركزوا على إيه من خلال هذه الأبحاث؟ الأبحاث خاصة، إحنا عندنا خطة بحثية تتمشى مع سياسة الدولة 2030، هي في مجال التخصصي بتاع المعهد، الجهاز الهضمي والكبد والكلى والمسالك. ما بتخرجش الخطة البحثية عندنا عن كده. احنا عندنا في المعهد 6 شعب، او عندهم في المعهد 6 شعب. 6 شعب دول قائمين. حضرتك لسه مخلصه من 10 سنين فعندنا لسه ما لسه. يعني انا يعني ارتبطت الحقيقه بالفتره اللي قضيت فيها، وكنت دايما اقول عندنا لكن بقى عندهم دلوقتي. فاحنا عندهم 6 شعب بحثية: الكلينيكية الجراحية، الكلينيكية البطنة، البيئة، البحوث المعملية، أنا نسيت. طب حضراتكم زي ما تابعت برضو المعهد بيقدم براءات اختراع في مجالات طبية عديدة. تمام. ايه أبرز براءات الاختراع اللي اشتغلتوا عليها؟ كان من أبرز براءات الاختراع هي كان في مجال التخدير. كان في أستاذ فاضل قدم براءة اختراع وأخذها فعلا في مجال التخدير، ودي كانت فكرة بسيطة جدا، وقد كده الأفكار البسيطة هي اللي بتنجح أكتر. يعني كان عن أنبوبة تخدير بسيطة سهلة تسهل أكتر للعملية التخديرية للمريض. يعني مشاركة المعهد برضو في تشييد مكتبات الأحماض النووية. تمام. لجينوم البلهارسيا، ويمكن برضو أعتقد أنه حضراتكم متقدمين على مستوى الشرق الأوسط في هذا. تمام. الأمر حاجة تانية كمان، إحنا عندنا ككولابريتين سنتر الـ WHO اختارت المعهد ككولابريتين سنتر مع الـ WHO لإنشاء أو إنتاج كواشف للبلهارسيا سريعة وسهلة وبسيطة، وكمان بندرب عليها الأطباء، وكمان يبقى بينهم بين بعض بين مركز كولابريتنج سنتر، وده بتاعنا احنا ده او بتاع المعهد ده الثاني على مستوى افريقيا. ده الحقيقه يعني بينه وبين بعض المراكز الثانيه التدريبيه الثانيه تعاون قوي جدا.
فالموضوع ده سواء كان بالهرسي او جهاز هضمي الحمد لله متميز. هو جدير بالذكر انه تيدور بالهرس ده الدكتور اصلا اللي اكتشف الديدان الديدان البالهرسي. هو يعني بالهرس هو بس على اسمه يعني بالهرس دي جت على اسمه وتيدور على اسمه. احنا وضعنا ايه في مصر من حيث الامراض المتوطنه؟ نقدر نقول انه عندنا نسبة عالية من 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 مصابي هذه الأمراض بمختلف أشكالها؟ هو طبعاً الحمد لله بفضل الله يعني بعد علاج فيروس سي وإحنا عندنا برضو في المعهد أو عندهم في المعهد في عيادة فيروس سي ودي تابعة للجنة القومية للفيروسات الكبدية. الحقيقة هي بتقدم العلاج للمصابي فيروس سي وفيروس بي. بعد العلاج بانتشر وتقدم خلاص ما بقاش نسبة الإصابة الحمد لله قلت كتير. حاليا العيادة دي بتتابع ما بعد العلاج وحالات اللي عندها تليف كبدي. ده بالنسبة لأمراض الكبد في فيروسات. لكن نيجي مثلا في البلهرسية لا في بعض المناطق فيها ما زالت فيها بؤر وزادت أكتر مع التغيرات المناخية. وعشان كده الشعب البيئية في المعهد بتقدم أبحاث كتيرة جدا على التغيرات المناخية وتأثيرها على الأمراض المتوطنة وخصوصا بالهرسي. التغيرات المناخية بتزود من أعداد الأمراض المتوطنة؟ طبعا ليها تأثير لأن حركة المياه في المي في القنوات المائية عندنا الحاجات دي كلها بتفرق. القواقع البلهرسية الحاجات دي فرقت كتير الحقيقة. اتفضلي. لا كنت عايزه اسال حضرتك كمان في مستشفى الخدمه المقدمه برضو من خلال هذه المستشفى لو تكلمينا اكثر عن ده. احنا فهمنا انه في عمليه شامله من التجديدات وابرزها كانت اجهزه المناظير لو تمام. صح يعني فهمت صح محمد؟ هي مش اجهزه مناظير هي المستشفى حضرتك 300 سرير 300 سرير. الدور الخامس ده دور قائم بذاته للعلاج باجر اقتصادي. يعني بيقدم الخدمه الطبيه سواء كانت بعلاج او تحت تامين صحي او قراراتنا على نفقه الدوله. بقيه الادوار الثانيه كل دور على حسب التخصص سواء كان جراحه مسالك بطنه. التجديدات الموجوده دلوقتي هي 5 غرف عمليات بيتجدد انشائها. هي من حوالي 12 سنه كانت يعني المفروض تجدد ووقف المشروع. فهي 5 غرف عمليات بنظام الكبسوله لكن موجود اوريدي في حجرتين عمليات ان شاء الله بعد ما يخلصوا الخمسه تتم الاثنين الثانيه. والمعهد يعتبر يعني بدون رسوم نقدر نقول في مقسمين المرضى ازاي يا دكتور؟ هي رسوم بسيطه جدا. الدخول يعني بتبقى تقريبا شبه مجاني لكن في يعني 2 سيكتورز يا اما مجاني والمجاني ده يا اما قرارات على نفقه الدوله او تامين صحي او ان هو مجاني او بعلاج. هم الثلاثة سيكتورز دول. يمكن سألت حضرتك عن نسب المصريين المصابين بالأمراض المتوطنة وهل الأمر منتشر وحضرتك ذكرت أنه ربما يكون احتواء مصر لفيروس سي أنهى هذا الأمر بشكل أو بآخر. التغير المناخي ممكن يكون رجع بعض النسب. طب إحنا إيه أبرز التحديات اللي بنواجهها في مصر فيما يتعلق بالأمراض المتوطنة؟ أبرز التحديات اللي عندنا طبعا ما زال فيروس سي بمشاكله اللي هي بعد ما بعد العلاج لأن دي مشكلة كبيرة بالنسبة لنا. عندنا بعد ما بعد الكورونا وتأثير الكورونا على الجهاز الهضمي ده برضو ليها تأثير قوي. طلع بيأثر برضو. طبعا بيأثر. كورونا الحقيقة أثرت على حاجات كتير وأثرت على أداء كتير في الفترة اللي فاتت. المسالك البولية على فكرة إحنا عندنا في المعهد أو عندهم في المعهد عندنا خلاص هخليها عندنا يعني هم أكيد سامعيني دلوقتي ويعني يا رب يكونوا عملنا عمليتين جراحة أو نقل كلى على في سنة 19 والحقيقة توقفت عشان كورونا. كان ممكن الموضوع ده يستمر أكتر من كده وأعتقد أنه بعد إن شاء الله بعد افتتاح الخمس غرف عمليات الموضوع هيتطور أكتر. كان في زراعة الكبد كانت موجودة برضو في المعهد توقفت. هل في غرف غسيل كلوي في المعهد؟ في عندنا 80 مريض يترددوا على المعهد لغسيل الكلى بحوالي 30 جهاز موجودين في المعهد وبيتجددوا كل فتره او بيتم صيانتهم باستمرار. ايه اكثر مرض من دول حضرتك شايفه انه في تحدي وخطوره بالنسبه للمصريين او منتشر بشكل اكبر من الامراض المتوطنه؟ الكلى لان محتاجه كتير ومحتاجه دعم كبير كتير كتير كتير. يعني ايه محتاجه يا طب يا دكتور؟ يعني دعم مادي. دعم مادي لان حتى لو هي على نفقه الدوله فما بتوازيش مصاريفها.
يعني دي من الحاجات الحقيقة كانت طول الوقت حتى يعني طول الوقت ماشية بدونيشن، وده مش صح ان يعني تمشي بدونيشن. ما المفروض تمشي ازاي؟ يعني يبقى ليها نظام العلاج يعلى شويه او سقف العلاج بتاعها يعلى شويه. من حيث ايه معلش؟ ماديا، ماديا اكتر. لكن هي موفره جدا خصوصا بعد الشراء الموحد، توفرت كل الامكانيات معانا، لكن ما زالت في بعض التحديات او الصعوبات في الموضوع. عشان الاعداد زياده؟ اه طبعا، عشان الاعداد تزاير بتتزايد. طب احنا معانا بتقرير يا دكتور يمكن كاميرا اكسترا نيوز كانت في المعهد اليوم، معهد تيودور بالهارس، ويعني خلونا نتعرف اكثر على عمل المعهد من خلال هذا التقرير، تفضل. يعد معهد تيودور بالهارس صرحا كبيرا في القطاعين الصحي والبحث العلمي، ويشرف عليه نخبة من الأساتذة والاستشاريين والمتخصصين لخدمة المواطن المصري. الحمد لله بدأنا إنشاءات من في الفترة دي، طورنا أماكن كثيرة، طورنا دور الرعاية، طورنا المناظير رعاية البطنة. حاليا بنعمل 5 غرف عمليات بنظام الكبسول. الحمد لله حصلنا على منحة من البنك المركزي 40 مليون لتطوير العمليات عشان نضيف جزء كبير لخدمة المرضى المترددين على المعهد تيودور بالهارس. أنا دخلت الناس دكاترة كويسة والحمد لله، والتمريض نضيف وتمام لحد زي ما انت شايفه كده. اخش اعمل المنظار، عملوا لي الكشف، وبعد كده روحت جيت تاني يوم اتحجزت علشان انزل صايم ويعملوا لي المنظار. الناس كويسه الحمد لله، يعني ربنا يخليهم لنا. شهد المعهد تطورا كبيرا على اعلى مستوى بوحده المناظير و5 غرف عمليات بنظام الكبسول، بالإضافة إلى وحدة الرعاية المركزة والعلاج الاقتصادي والمجاني والتأمين بتكلفة أكثر من 50 مليون جنيه. المعهد بيقدم خدمات كبيرة للمرضى بالمجان. في عندنا جزء طبعا تبع التأمين الصحي، وفي اللي هو العلاج على نفقة الدولة، بيجيبوا يعني أمر على علاج على نفقة الدولة وبيتعالجوا عندنا. في خدمات متميزة الحقيقة، احنا فعلا ابتدينا نقضي على موضوع قوائم الانتظار. قوائم الانتظار الحقيقة كانت مشكلة بالنسبة لنا، يعني كان في تسهيلات ومساعدات كتير قوي ان قوائم الانتظار دي ان احنا نخلص عدد مرضى كويس. يضم المعهد اكثر من 20 قسما بحثيا، بالإضافة إلى وحدات بحثية متخصصة لخدمة البحوث والخدمة العلاجية ومواجهة أمراض الكبد المتوطنة. حياة دكتور وفاء، في تقرير الطبيبة أو الدكتورة أشارت إلى موضوع مهم جدا متعلق بقوائم الانتظار. واصلين فيها لفين في المعهد؟ لا طبعا احنا كنا شاركنا بيها بقوة في أيام قوائم الانتظار، كمان في أيام 100 مليون صحة. فحصنا حوالي 2000 مواطن، سواء كان فحص جسماني أو فحوص معملية. قوائم الانتظار احنا وقتها كانت لسه العمليات القديمة اللي هي دلوقتي بقت قديمة، كانت لسه تحت التجديد أو تحت كان التكييف فيها مشاكل، لكن شاركنا بيها وشاركنا بقوة. أعتقد نحن دلوقتي ما عندناش أي قوائم انتظار خالص. المشروع اللي احنا الحقيقة كنت حضرتك بتسأليني من شوية على التحديات اللي ممكن تكون موجودة دلوقتي، كان في مشروع احنا كنا بنحلم بيه كلنا كمعهد تيودور بالهارس الحقيقة، اللي هو الاكتشاف المبكر لسرطان القولون. وده من الحاجات الخطيرة جدا دلوقتي في مصر، ومن يعني في انذار قوي جدا ان نسبة الارتفاع للأمرضة بتزيد مع الوقت. فكنا بنتمنى ان نعمل مشروع زي ده اللي هو اكتشاف مبكر، او نقول مين اللي هو ممكن يكون سسبتبل اكتر ان هو يجيله كانسر كولون. فده يعني كانسر قولوني. طب انا كنت عايزه اسال حضرتك في موضوع الاورام، حضرتك ذكرتي طبعا ورم القولون وانه ممكن يعني يكون في مش هقول تهديد ولكن يجب ان ننتبه يعني لهذا الامر في هذا التوقيت. ايه ابرز الامراض المتوطنه اللي ممكن تتحول لاورام؟
لا هو اي التهابات في امراض الجهاز الكلى او الكبد او الجهاز الهضمي ممكن تتحول لورم في اي وقت. يعني مثلا في الالسر كولايتس مثلا ده ممكن يتحول لورم في وقت من الاوقات، او امراض الكلى المزمنه ممكن جدا تؤدي الى ورم في اي وقت. يعني دي ما اقدرش ديتكتبل، يعني ما اقدرش اقولها لحضرتك في عجاله كده، لا طبعا دي محتاجه دراسات ودراسات متانيه جدا. لان بدا يخرج في الفتره الاخيره تقارير كثيره عن انه في امراض متوطنه بعينها بيعاني منها المصريين هي الاقرب لانها تتحول. على فكره امراض البلهارسيا مثلا، امراض البلهارسيا، امراض البلهارسيا دي اساسيه يعني في الجهاز البولي، ما هي بتؤدي بعد كده في الاخر احتمال. فانا مش عايزه اصرح بحاجه زي كده عشان كل واحد عنده بلهارسيا يقول ده انا هيجي لي ورم. يعني ما تتقلش على مشاع، ما تتقلش على مشاع، لكن هو في ناس ممكن يجي يعني يجي لهم اكتر يعني، فدي ما تتقلش كده على اطلاقها يعني. هل في وعي كافي عند المصريين لتجنب مثل هذه الامراض؟ وحضرتك بتنصحي في ايه بايه؟ الوعي دلوقتي أحسن شوية، بس هو لازم طول الوقت يوجه إعلاميا، لأن الـ يعني القائمين في الصحة عموما بيعملوا قوافل طبية، ممكن تدريبات، أو بنعلم الناس طول ما احنا قاعدين، أو في توعوية يعني برامج توعوية بتبقى موجودة، لكن الإعلام له تأثير أقوى. مهما كان الطبيب أو مهما كانت المستشفيات بتقوم بدورها، لكن الإعلام دوره أقوى. فاكرة زمان كده كان الله يرحمه أستاذ محمد رضا كان يقول ادي ظهرك للترعة والكلام ده، الحاجات دي كانت مفيدة جدا وكانت بتوصل لأنها رسالة سهلة وبسيطة وعلى قد المواطن البسيط اللي يقدر يستوعبها، فكانت بتوصل سريع. الطبيب مهما يتكلم هيتكلم النهاردة مع كام؟ 50 100 200 1000، مش ملايين زي التلفزيون أو الإذاعة أو أجهزة التوعوية نفسها. فدي يعني ازاي الناس بتحمي نفسها يا دكتورة من هذه من أكثر الأمراض شيوعا بينهم، الأمراض المتوطنة تحديدا؟ طبعا الحياة تبقى الحياة هيلثي، أو إن احنا صحيح. الحياة الصحية، الحياة النظيفة. وجت فترة كورونا علمت الناس ازاي يبقوا متعودين على الطرق الصحيحة في إنهم يغسل إيديه كويس، يغسلها ازاي. الحاجات دي على فكرة بسيطة جدا وسهلة، بس هي بتقي من أمراض كتير، أمراض كتير مش بس الكورونا. يعني لما يغسل ايده كويس، ما خلاص يعني يغسل اكله كويس، كل الحاجات دي مهمه جدا في التوعيه. حين حضرتك اشرتي لنقطه مهمه وهي تاثير حتى كورونا على الجهاز الهضمي والامراض المتوطنه، وانه النسبه زادت بقى ولا بقى اصبح يعني اللي تعافوا من كورونا ممكن يعني يبقوا مش عايزه اقول اصابات ولكن ممكن يعانوا من بعض من هذه الامراض؟ اصل هي في جزء او في نوع من الكورونا بيصيب الجهاز الهضمي، فاحنا لو قلنا تعافى من الكورونا هو مش هيتعافى منها الى الابد، ما هو ممكن تجيله كورونا تاني. فالاحصائيات والدراسات والحاجات دي كلها ما زالت تحت الدراسه، فكون يتقال نسبه او نسبه صحيحه دقيقه صعب انها تتقال. ايه احدث الامراض المتوطنه عالميا اللي حضراتكم شغالين على ابحاث عليها دلوقتي او دراسات؟ هي الكانسر عموما، امراض الكانسر بصفه عامه هي دي الشغل الشاغل، امراض الجهاز الهضمي، اورام الجهاز الهضمي دي شغل الشاغل العالم كله دلوقتي. هل النسبه متقدمه هنا في مصر يعني؟ تقريبا يعني طبعا، عشان كده بقول لحضرتك كان الكانسر كولون او كانسر القولون، ورم القولون، عايزين ندق نقوس كده في هذا. ما بقول حضرتك ده كان مشروع مهم جدا، وكنا يعني متحمسين ان احنا نعمل المشروع ده، ننزل القرى نعمل سيرفي على الناس، نشوف مين النسبه قد ايه الاصابه او قد ايه مصابين، بس ان شاء الله هيكمل المشروع باذن الله. اشكرك شكرا جزيلا يا دكتوره على وجودك معنا. ضيفتي الكريمه دكتوره وفاء انديل، الاستاذه بالمركز القومي للبحوث ورئيس معهد تيودور بلهارس للابحاث السابق. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير وسيادة العميد خالد عكاشه معي بعد هذا الفاصل.